أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في جمهور التالتة، وجي معادنا مع ملوك التحليل في جمهور التالتة، واللي بنتشرف دايما بيهم، بينورونا كل يوم اتنين. خلونا نرحب بكابتن احمد عز زيزو. يا زيزو مساء الورد. يا مساء الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله شياكة؟ كله زي الفل يا رب دايما. يا سيد عمر اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل، منور الدنيا. ربنا يخليك يا رب. كله تمام الحمد لله، في شويه شغل حلوين ان شاء الله. طيب الضرب فين عز؟ بص انا لقيت ناس كاتبه لك على كومنت انت وعمر ان انتوا الاثنين لابسين نظارات فاضيه وكفايه تزييف للحقائق. انا قلت اقف مع اصحابي وزيف انا كمان الحقائق، ولا اقف مع الحق واقلعكم النظارات. لقيت ان انا في الاخر اقف مع اصحابي بس، فقررت ان انا زيف الحقائق معاك واجي. هي ماشيه كده بقى خلاص. هي ماشيه كده. هي ماشيه كده. طيب خليني اسالكم في البدايه عن اشتعال المنافسه، واشتعال المنافسة على الفوز ببطولة الدوري مع حالة إجهاد عام، ضربة في صفوف الأهلي واضحة جدا جدا مع إصابات بالجملة في الأهلي، مع حالة يعني صعوبة بالغة بالنسبة للزمالك ما دخلش ولا لعيب على قائمته الموسم ده بسبب موضوع القيد، بالإضافة لرحيل لاعبين مهمين جدا جدا من صفوف الفريق على رأسهم مثلا بن شرقي، وعدم استكمال ما تبقى من الموسم وهي مراحل حاسمة جدا جدا. بيراميدز هنحطه على جنب لانه بيراميدز هي القائمه الاعمق اللي فيها بدائل وفيها اختيارات وفيها لعيبه مواتير، فالدنيا بالنسبه لهم على الصعيد ده ما بيشتكوش. لو ابتدوا في الاسابيع الاخيره يحسوا ان الموضوع قرب، اول ما قربت ابتدوا يدوسوا بما يعني يساوي اسم الفرقه واسماء اللعيبه اللي موجوده، حتى يعني تكيس نفسه غير، حتى تكيس نفسه بدا يبقى اكثر مرونه في طريقه نحو اللقب. برافو عليك. وانت تحس انها لما قربت لهم يعني هم فخلينا ده السؤال بتاعي اتفضلوا بقى. خلينا نتكلم على بيراميدز في حينه. طيب وخلينا فين نضرب جد ايه انا كل ده مستني اشوف الحالات، هيشوف الحالات ازاي. الاف خلص بقى. كنت هحاول والله، كنت هحاول انا والله، انا كنت مستني اشوف الحالات ازاي، اشوف الحالات وهتبقى تسالنا هو ده مين ومش ده مين، وانا اصلا ما باخدش بالي اصلا وما بشوفش انا كمان. هو ليه الاثنين اللي فات سابقه عظيمه جدا. هو ده زيزو، هو ده زيزو. خلصتوا؟ خلصنا. ايش كان ايه السؤال؟ هو ده زيزو. طيب طبعا احنا كلنا عارفين ان اللي هيفوز بالدوري هو اكتر فريق هيعرف يتعامل مع المتغيرات اللي بيعدي بيها في السيزون، يمكن لان هو سيزون استثنائي، فاستثنائي بشكل عام للكره المصريه بسبب ضغط المباريات، يزيد عليها بالنسبه للاهلي الفكره بتاعه انهم لعبوا كاس العالم للانديه، لعبته كانت مشاركه في كاس العرب، ولعبته كانت مشاركه في كاس امم افريقيا ودوري ابطال افريقيا للنهايه والسوبرات السوبر الافريقي، وبالنسبة للزمالك غلق القيد، فبالتالي الفرقتين بيعانوا من الأزمة الكبيرة دي. اللي هيكسب هو اللي هيعرف يتعامل مع المتغيرات، اللي هيكسب هو مش اللي هيعرف يلعب أحسن كورة، اللي هيكسب هو اللي هيعرف يدير أزمته كويس. بالظبط كده، يعرف يدير أزمته كويس. الزمالك جوزالدو فيريرا جاء في مرحلة وفهم الفكرة وابتدى يدير أزمة، وإدارة الأزمة كانت عظيمة بمنتهى الأمانة من الراجل. يعني أنت بتتكلم في راجل مدير فني، لو استعرضوا معنا التشكيل اللي كان بيلعب مع الزمالك والتشكيل اللي خد مباراة سموحة هتتفرج على فيريرا. يلا انت بتتكلم في ان ده التشكيل الطبيعي بتاع الزمالك، ابو جبل حارس المنتخب، محمود علاء مدافع دولي، الونش حمزة المسلوسي وفتوح، امام عاشور، طارق حامد، بن شرقي، اوباما، زيزو، عمر السعيد. التشكيل اللي لعب المباراة بتاعت سموحة فيه سبع اسماء متغيرة بمراكز، بثلاث لعيبة بيلعبوا في غير مراكزهم، وده الشكل ده الازمه. طريقه اللعب دي لوحدها طلعت ده بقى قدام سموحه، ده قدام سموحه. حسام عبد المجيد من الناشئين، اسلام جابر بيلعب وينج ليفت بيلعب ارتكاز، وعبد الغني مدافع بيلعب ارتكاز، نيمار ده وينج بيلعب باك يمين، والفرقه مختلفه تماما. وبرغم ده لو بصيت بقى على عدد الفرص اللي بيصنعها الزمالك، بس الملعب مقلوب، هو حمزه الملعب مقلوب بس مش مشكله، مش هنعمل نفس الشغل. لا انا اقول لك مين اللي عامل دي. عماره عشان عماره بيكون دايما عنده مشكله بين الشمال واليمين، اقسم بالله ما بهرج، بيعرفش اليمين من الشمال، عنده الباك ليفت مكان الباك رايت والباك رايت مكان الباك ليفت. بص ابصم لك بالعشرة، هو اللي حاطط البتاع دي. كمل. ماشي. بص بقى على الاحصائيات بتاعه فرص الزمالك، هتلاقي مفاجاه جامده جدا. طبعا الحاجات دي كلها للعين، الناس عارفه ان الزمالك في حاله كويسه،
بس حلو انك تدعم ده بانك تبص، علشان في ناس كتير في النص على فكره قبل ماتش الاهلي والزمالك تحديدا كانت بتتكلم في ان انتوا مضخمين قوي موضوع فيريرا. لا، بصيت على فرق التشكيل، بص بقى على فرق صناعه الفرص، عدد الفرص في الماتشات الاخيره للزمالك ده المعدل بتاعك 4 9 5 6 6، ده كان المعدل. حلو، دي الفرص اللي اتصنعت، فانت المعدل بتاعك تقدر تقول 7 مثلا قياسا بكل الحاجات دي. تعالى بقى نبص على الماتشات اللي اول ما ابتدى فيريرا يستلم المسؤوليه كانت صناعه الفرص عددها كام ووضعها ايه. يعني هات اقلب الصفحه، الصفحه اللي بعدها قدام البنك اهي، 9 فرص، ده بينتمي للعالم اللي انا كنت عايز احطه في الصفحه الاولانيه بس هم حطوه في الصفحه الثانيه، مش مشكله. ماشي. بس بص بقى، المقصه 3 فاركو 2 الاتحاد السكندري 2. الفرقه اتحسنت لان الراجل عرف يدير الازمه، دي اواخر الماتشات اللي لعب فيها 4-4-2 ورجع دلوقتي ل 3-4-3. الراجل ادار الازمه بنجاح. ناقص بقى نبص على الازمه الناحيه الثانيه، الازمه الناحيه الثانيه بقى مركبه شويه، الازمه في الاهلي مركبه شويتين. في حاجه اسمها فاتوره تغيير مدير فني، لان انت ما رحتش لمدير فني لا مصري عارف اللعيبه ولا اجنبي زي فيريرا عنده معلومات عن الفريق وعنده رصيد عند الجمهور. يعني. وعنده رصيد عند الجمهور، فيريرا حرق من رصيده. صحيح. النقطة التانية انك بتتكلم على مدير فني عنده فلسفة، مش مدير فني. يعني اقولك على حاجة، انت لو في نص الموسم روح عين انشيلوتي، اوعى تروح تعين بيب جوارديولا مثلا، لان بيب جوارديولا هيروح على فلسفته. أوه. انشيلوتي هيقولك انت عندك ايه قماشة انا هتصرف لك فيها. ايوه، فانت رحت جبت واحد من المدرسة اللي عندها فلسفة كرة واضحة. مع ده حصلت لخبطة بمعرفتي يعني ببعض المعلومات، حصلت لخبطة كبيرة في السيستم بتاع البيانات بتاعت اللياقه البدنيه، وبالتالي الراجل ما عندوش ارضيه يقيس عليها الحاله البدنيه للعيبه. يعني ايه حصل مشكله في السيستم بتاعه؟ يعني الحاجات بتاعت الجي بي اس مش كلها الداتا بتاعتها كانت سليمه، او يعني الداتا بتاعتها كان حصل ابديتد، وبالتالي حصلت شويه لخبطه بالنسبه له حتى في قراءه المعلومات. واشتغل على ارقام ولقى في الواقع ارقام تانية، او لقى في الواقع وضع تاني يعني، لان طبعا هو برضو شاف ان اللعيبه ولا ارقام اول الموسم وهي دلوقتي مش كده. بالظبط، يعني جاله ريبورت على حاله اللعيبه مش فيها دلوقتي. الفكره الثانيه كمان ان هو هنا مدرب، انت مش عارف بقى هو نفسه يبني للمستقبل، فنفسه يعمل تدريبات معينه، التدريبات دي ليها احمال معينه. وهنا انا ابتديت احب قوي ان الناس ابتدت تتكلم في اللي ملوش فيها خالص، فاهم؟ يعني بمعنى ايه، انك بتلاقي الناس عماله تقول لك الراجل ده عمال يزود احمال، فالراجل يطلع يقول والله يا جماعه انا بعمل استشفاء. طب وانت اصلا بتقول زود احمال بناء على ايه؟ وانت عارف يعني ايه احمال؟ وانت مدرب يا ابني، فاهم؟ زي بالظبط كده اللي هو ده موسيماني كان بيدي اجازات وبعدين يعمل تقسيمه. طب ما يعمل تقسيمه وانت مدرب وانت عارف، ما يمكن يكون هو عارف هو بيعمل ايه. أيوه. ما هو كسبان 2 دوري ابطال افريقيا يعني. صحيح. هو ما صحيش من النوم الصبح. أيوه. وقال لك انا ما هدرس، فاهم؟ ما مانويل جوزيه كان بيدي احمال، كان بيدي اسف في اجازه في نص الموسم فاكر، يكسب الدوري ويقوم مسافر البرتغال يأجز اللعيبه يرجع يلعب الكاس على طول. فلما كان بيرجع يلعب الكاس على طول ما كانش بيعمل معسكر اعداد، كان بيلعب الكاس على طول. الاحمال حاجه مش بتاعتنا احنا نقيس عليها. بس هو المدرب فعلا انا ما اعرفش بقى هو بيعمل ايه بالظبط، بس هو الراجل مش لاحق يشتغل. فانت بتتكلم على واحد عايز يطبق فلسفه وما عندوش عدد حصص كافيه من التدريبات، فدي ازمه. هو كمان ابتدى هو اخر يحاول اداره الازمه بانه يروح ل 3-4-3، الخطه الامن والاسلم بالنسبه لما جربها في اخر ماتش الزمالك لها، وبناء على الاسلم وبناء على الازمه. احنا هنبص سوا بعد ما عمر يتكلم في القصه بتاعت اللياقه البدنيه كمان تحديدا، عشان هو عنده كيس في الموضوع ده، عنده قضيه في الموضوع ده. بس انت كمان هنبص على هو ليه راح ل 3-4-3 وازاي هيفكر يدير الازمه ويطلع بيها ولا لا. عجبني الشرح بتاعك في في في, في, في الطريقه مشاكل كل واحد من الفرقتين، وده خلينا برضو نروح لفكره المعالجه. يعني هم هيعالجوها ازاي؟ يعني انا عارف انه ده طبعا صعب ان احنا نشوفه احنا من دلوقتي فنعرف ايه طرق المعالجه، لان هي هتبقى محتاج تفاصيل دقيقه شويتين ثلاثه، ولكن هنحاول على قد ما نقدر يعني ندي رؤيه ولو فيها ملامح. عمر نفس السؤال يعني، او بمعنى اصح خليني اسالك السؤال اللي الناس بتقوله، هو ايه اللي بيحصل في الاهلي يعني، او حاله الاجهاد اللي حصلت في اللعيبه، المهرب منها ايه؟ جمهور الاهلي عايز بطوله الدوري خلاص، مش الموضوع بالنسبه له منتهي. عز بيقول لك الفاتوره بتاعت تغيير المدير الفني، جمهور الاهلي يقول لك فاتوره مش فاتوره انا ماليش فيها، انا عايز البطوله ديت. في نفس الوقت هو شايف بعينه ان اللعيبه بتاعته تقع في الارض ديت الملعب. ومعلش يا ابراهيم بس اقول له حاجه، وانا كنت بتفرج على الماتش، كنت في الراديو مع كابتن هشام حنفي. كابتن هشام حنفي اول ما عمرو السوليه حط الكره بالكعب قال لي راحت العضله، راحت. قال لي ما ينفعش واحد يبقى عنده كل الحمل البدني ده في حياته في الموسم ويعمل الحركه المفاجاه دي. العضله دي راحت.
وقد كانت الخلفيه فالراجل من ممارسه الكره هو برده عارف كويس قوي الفكره بتاعه انك وانت مجهد في حاجات ما بقتش ما تقدرش تعملها. فدي نقطه برده مهمه لازم الناس تبقى واخده بالها منها. علشان الناس كتير بتسال هو مال اللعيبه. ففي حاجات احنا ملناش علم بيها كبير وبنحاسب عليها برغم ان احنا ملناش بيها علم كبير. طيب هو الاجابه على شقين. اول شق هاخد الشق البدني بتاع اللعيبه، والشق الثاني فكره فاتورة تغيير المدرب. عز اتكلم وقال ان هي ليها تكاليف، وده اكيد، بس انا في رايي التكاليف فنيه، لكن حاله الارهاق البدني هي انفجرت او بانت قوي النهارده او امبارح او الماتش اللي فات عشان خلاص بقت اللعيبه، لكن هي حقيقه هي من بعد كاس العالم للانديه، ومعانا احصائيه هتورينا ده. بس تعال نشوف في الاول الجزء البدني، نشوف احصائيات عمرو السوليه تحديدا، لان عمرو السوليه هو واحد من اكتر ان لم يكن اكتر لاعب شارك في دقائق في الكرة المصرية خلال السنة اللي فاتت. شارك في كل الموسم مع الأهلي 2690 دقيقة مع الأهلي، ومع منتخب مصر 2597 دقيقة. التوتال بتاع دقايق عمرو السولية 5557 دقيقة، وده بما يعادل 61.7 مباراة في فترة قد إيه بقى؟ هي دي المشكلة. طيب حد تاني يقول لي ما مودريتش بيلعب 70 مباراة، ده مودريتش بإعداد ريال مدريد بفترة راحة 3 شهور. لا، ولما ما جبناش شهر. لما ما جبناش بنتوس ريال مدريد وقع. ريال مدريد وقع. فبالتالي هل الراجل ده بيتوفر له ده 3 شهور بين المواسم، بيتوفر له شهر فترة اعداد؟ ما بيتوفرلوش الكلام ده. الراجل ده لاحم نفس القصة دي. وعمرو السولية تحديدا انا يعني حتى لو ما كانش اتصاب ربنا يشفيه، يعني انا كنت هاخده برضه نموذج لانه اكتر واحد شارك تقريبا في كل مع المنتخب ومع الاهلي في كل البطولات. ناوي تاخد عمرو السولية؟ لا، كان مقياس. خد بالك من حاجه، انت لو كانت الحلقه اللي فاتت انت اخدت عمرو السوليه وتصب بعدها ما خدتوش. لا، كنا هنمشيك من البرنامج بقى خلاص. لا 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 خالص، كانت تبقى كده واضحه بقى خلاص. عز ما جيتش جنبه اصلا. الحمد لله يعني الحمد لله. فبالتالي زيزو لسه فايق بمعجزه، احنا مش مصدقين. قعد فتره طويله لحد ما هو اللي جاب سيره زيزو. ايوه بس سيرته ماليش دعوه. لا لا لا، اللي جاي ماليش دعوه بيه. ماليش دعوه بيه اهو. لا لا، اهو اللي جاي بسير زيزو. انت ثانيه واحده، انا جبت سير زيزو. ثانيه واحده، بتكلم على زيزو قبل كده. ثانيه واحده، ثانيه واحده، يعني فينك؟ والله انا كنت سيرته. ليه مين ضربين يتكلم على ضربات الجزاء في زيزو؟ لا، ضربات الجزاء دي حاجه ثانيه. راجل هداف الدوري، بسم الله. قالك بص بقى زيزو هجيب لكم مين اللي جاب طريقه تسديد ضربات الجزاء. مين اللي جاب سير زيزو دلوقتي؟ راح ضايع مع المنتخب ورجع ضايع مع الزمالك، وحياته كلها ما بقاش بيلعب ضربات جزاء دلوقتي. لا، الزمالك ما بقاش تجيله ضربات جزاء. اوعى تشرح زيزو ازاي بيسدد من جوه ال 18 ومن بره ال 18. ما قلتش حاجه. جمهور الزمالك هيجي يجيبك من بيت. هو اللي جاب سيره زيزو. انا جبت سيره زيزو الحلقه اللي فاتت عادي. المهم الحمد لله ان انت السوليه ما بدرتش وجبت حاله الاسبوع الحمد لله. ربنا يشفيك. فالراجل لاعب 61 مباراه، يكاد يكون 62 مباراه. ماشي. تمام؟ دي حاله الارهاق بتاعه عمرو السوليه. تعال نشوف قبل مباراه امبارح بقى. تعال نشوف مباراة الزمالك، تعال نشوف حالات عمرو السوليه في المباراة نفسها، في مباراة الزمالك وفي مباراة دي مباراة الزمالك. تعال نمشي الحالة. ده عمرو السوليه، بص هنا سواريش هو بيقول له اضغط مع قفشة، ما ضغطش، فضل واقف. اللي هو مش قادر، هو ده مش كسل، هو ده مش كواليتي، لان ده مش عمرو السوليه اللي انا كان مش عايز، انا مش قادر. تعال نشوف الكرة دي اللي راح فيها. بص عمرو السوليه هو على فكرة هو رايح، هو عايز يعمل دوره، بس بص مش قادر. بدا يجري امتى؟ لما الموقف اتصعب جدا، لان هو مش قادر. اتكلم في لعيب مش مستهلك، لعيب رايح هو مش قادر. والدليل ان هو لعب فوق داخل في 6000 دقيقه، وده رقم كبير جدا جدا مع الاهلي ومع المنتخب. طب هل المشكله البدنيه هي مشكله وليده النهارده؟ يعني فاتوره تغيير المدرب دي فاتوره من النهارده؟ انا بشوف ان هي لا، لان حتى لو كان موسيماني يكمل وما كانش فيه الدروب الفني، كان هيبقى فيه نفس الدروب البدني. لان من بعد كاس العالم للانديه والاهلي ما كانش النسق بتاعه في الطالع، بالعكس. تعال نشوف بقى ارقام ونتائج مباريات الاهلي من بعد كاس العالم للانديه، يلا، عشان دي اللي هتبين لك ان الافريج الفني مش بعيد خالص. هي الفكره ان الاهلي في ازمه فنيه وبدنيه من بعد كاس العالم للانديه. فالاهلي من بعد مباريات كاس العالم للانديه دي مبارياته، من اول مباراه الهلال السوداني، ناخد الصفحه اللي بعديها عشان طبعا مش هنقول كل النتائج دي، بس احنا جايبينها عشان لو حد عايز يفتكر مباراه يعني، لحد مباراه الاهلي والوداد. دي كانت اخر مباراه لموسيماني. تمام، ناخد الصوره اللي بعديها او الاحصائيه اللي بعديها. مباريات الاهلي عقب مونديال الانديه حتى رحيل موسيماني 20 مباراه، فاز في 10 بنسبه 50%، وتعادل في 6 واتهزم في 4، احرز 31 هدف بمعدل 1.5، ودخل عليه في 15 هدف معدل 75%. 75% ليه المعدلات دي؟
عشان انا هحتاجها دلوقتي احتاجها تاني عشان تبان ان الافرج هو هو. بعد في الدوري بقى لوحدها برضو مع موسيماني لعب 9 فاز 5 55% تانية كانت 50% تعادل 3 هزيمة 1 له 15 هدف 1.6 هناك 1.5 وعليه 4 اهداف بمعدل 44%. تعال نشوف بقى الاهلي مع سواريش في الخمس او الست مباريات اللي لعبها دي مبارياته. تعال نشوف البرسنتج بتاعته او النسبة بتاعته هتلاقي ان هو في 6 مباريات نشوف الاحصائية اللي بعديها في 6 مباريات كسب 3 نفس ال 50% اتهزم في 2 الاهداف له 7 1.1 الاهداف اللي عليه 0.6 فانت نفس الافريج مع فارق عدد المباريات بس النسبة بتاعتك اللي بتاخدها هي هي. فالازمة مش وليدة النهاردة في ضريبة فنية طبعا نتيجة التخبط وان الراجل لسه جاي بس كانت اللي عايز اقوله ان رقميا واضح هي هي. فهي الازمة مش فنية هي ازمة ظروف اي مدرب في الظروف دي كان هيعاني المعاناه دي مش فبالتالي مش يعني بص انا عارف ان كلمه لو دي صعبه عشان هي ما بيبقاش ليها مقياس بس هي الفاتوره اللي انا قصدي عليها ايه هدي لك مثال لا انا بس انا متفق معاك من عارف من عارف الفنيه لا انا بزود على كده هيبقى في لخبطه كده 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 هيبقى في واحد عايز يحط فلسفته فالصدم بالامر واقع انا بزود على كلامه بس انا بزود على كلامه من انهي اتجاه لو هما ممكن يشغلوا لنا الفيديو بتاع الاهلي 3 ده هفرجك على هو الراجل بيدور على فكره عايز ينفذها في ماتش الاهلي والزمالك بتتطلب مجهود مرعب من عمرو السوليه واليو ديانج الراجل في ازمه بسبب خساره ماتش بيراميدز ستوب فهو الراجل وهو في ازمه في ماتش بيراميدز هو بيفكر في انه لازم اكسب الزمالك فانا ماليش دعوه بقى عمرو السوليه لعب كام ماتش وعمل ايه وهيتعمل فيه ايه يمكن يكون لو كان موسيماني موجود كان فكر بطريقه مختلفه لانه عنده طرق مختلفه زي 3 4 3 كان يمكن يروح لطريقه لعب مختلفه بس لان الراجل ده اولا عنده افكار جديده في الكوره عايز ينفذها ثانيا لان الراجل عايز يثبت نفسه وثالثا لان الراجل عايز يخرج من المطب بتاع خساره ماتش بيراميدز فداس بنزين على الاخر داس بنزين على الاخر مع لعيبه زي ما عمر استعرض ارقامهم عامله ازاي بص هو كان بيدور ستوب بقى هو كان بيدور على ان الاثنين الارتكاز بتوعه يلعبوا على المساحات الضيقه تعالى اصدق شويه انا بحاول ابقى في الرايق ما عارف انت ليه محسسني ان انت النهارده جايب شعرك على جاي ليه بحاول ابقى لا عايز صوتك عايز الله يبارك لك حاضر انت مستمع مش سامعك قسم بالله النبي انت شكلك انت اللي كنت في الجيم لا علي صوتك شويه طيب فاليو ديانج عايز يزيد في المساحه الفاضيه وبص عمرو السوليه الناحيه الثلاث سرعتها الجهاز هنك شفت عشان فضلت تروح وتيجي طب اللي بعده اللي بعده ادي اخرت ان يلا قعدت تقول لي علي صوتك علي صوتك طب سخنونا طب شغلوا الفيديو طب على ما يشغلوا الفيديو انا ليا تعقيب على العز قاله يعني لحد ما الفيديو يشتغل الفكره انا موافقك ان هو اختار طريقه عايزه حمل بدني كبير فاتصدم لان هو مش عارف الحمل البدني اللي انا اقصده ان هو عنده مشكله فنيه طبعا هيحصل الدروب الفني ده لان راجل بافكار جديده لكن في النهايه لما رجع برده باك تو بيزكس بال 3 4 3 الراجل اتصاب فحتى لا برضو فكرة لو دي بنزين ما اي مدرب يعني قصدي ماتش الاهلي والزمالك خلص على خلص لا على اللي انا عايز لازم تشرح على نفس الحاله ديت وما بيقولوا لي ده اخر الحاله إيه؟ دي اخر الحاله اللي مبعوته مفيش بقيه الفيديو ده طيب. مش موجود اهو بنحاول نحلها اهو طب ما هي كملت اهي ما هي كملت اهي امال ايه ده اخر الحاله اخر الحاله يلا ماشي فانت بتتكلم هنا اليو ديانج بص السبرنت اللي ضربه فانت هنا بتتكلم في ان الخطه معتمده على ان اليو ديانج وعمرو السوليه يجروا الملعب بكامل بالطول لان هما اللي بيلعبوا تحت راس الحربه بص عمرو السوليه هو اللي بيلعب الدور وطبعا محمد شريف ما بصلوش لان الفرقه مش متدربه على تنفيذ الفكره بشكل جيد وبالتالي هو عمرو السوليه فضل طول الماتش بوكس تو بوكس اللي هو كما يقول الكتاب بقى اللي هو انت هتجري انت اللي هتبقى راس الحربه وبعدين ترجع تدافع عشان تامن الكوره هو كمان وزي ديانج اهو بص ديانج فين وبص عمرو السوليه فين لو لما اتحط في الموقف اللي هو المفروض يبقى جناح واحد على واحد معلش عشان كده عشان كده انا لو كنت مكان ريكاردو سواريش كنت رحت ل 3 4 3 من بعد ماتش بيراميدز مباشره لما شفت المشهد على حقيقته 3 4 3 ما كنتش هعمل كده في ماتش الاهلي 4 3 3 ماتش الزمالك ماتش الزمالك طبعا لان بالنسبه لي انا محتاج اقلل مساحات الجري قدر الامكان اللعيبه مش قادره مش قادر وبالتالي هو ده بس اللي انا الحاجه الوحيده اللي انا رايي فيها قصدي في حته تكلفه تغيير المدير الفني انا فاهم كويس ان يمكن لو موسيماني كان موجود كان عمل نفس اللي حصل ما اعرفش انا مش بفتح هي كلمه لو دايما هي كلمه افتراضيه بالزبط. بس احنا بنتكلم بس في نفس الوقت احنا بنتكلم على صعيد القراءات بتاعه الارقام نفسها عماله بتقول ان انا عايز اقوله ان القدرات البدنيه للعيبه بقت مستهلكه لدرجه ان اي طريقه لعب هتبقى بالنسبه لهم عليها اوفرلود ده
الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام مهم قوي، لانه جمهور الاهلي والناس المهتمين وكل اللي بيتابع الدوري المصري بقى عنده حاجه كده، هو مش عارف يجاوب على السؤال الاهم. طب هو الاهلي هيعمل ايه الثمان ماتشات اللي جايين او العشر ماتشات اللي جايين بالظروف ديت؟ الاهلي بيسقط منه اثنين وثلاث لعيبه واربع لعيبه مهمين، خلاص المواسم بتاعتهم انتهت. النهارده السوليه شهر ونص مش موجود، حسين الشحات نفس القصه، محمد طاهر شريف اللعبة دي كلها عندها مشاكل كتير جدا جدا. طب. وبالتالي ده هيسند على مين اصلا خلال العشر ماتشات اللي جايين قدام فرق كلها عايز تكسب؟ إدارة أزمة. ما هي دي نفس الأزمة اللي تعرض ليها الزمالك قبله، بس هي الفكرة ان هنا الميزة كانت عند فريرا انه عنده رصيد، والميزة اللي عند فريرا ان الاهلي وقع في النقط وان بيراميدز وقع نقط، وبالتالي هم ما بعدهوش في سبق. كان ممكن الاهلي يخلص مضغوط بحلم البطوله. لا ده جزء مهم جدا، ما كانش مضغوط وما كانش عنده نفس عدد الدقائق، بس كان عنده مشكله بتاعه القيد. هو كان بيلعب يعني فريرا بيلعب عادي يعني. انا ما تستنوش مني حاجه السنه دي، ومحدش بص بقى وجمهور الزمالك دي اكبر خدعه احنا كلنا شايفينها. مفيش جمهور في الدنيا مش طماع، مفيش مشجع جمهور الزمالك. لا بس خلينا اقول لك، جمهور الزمالك هيبقى منطقي، جمهور الزمالك تعامل مع الموضوع بمنطقيه شديده بامتياز. بس لو ما كانش نافس وكان الكيرف فضل في الواقع ما كانش هيصبر قوي، ما كانش هيبقى مبسوط. يعني على الاقل ما كانش هيبقى مبسوط اكيد طبعا. لكن في النهايه هو كان رافع الحق، يعني مش هو كان رافع فكره ان جمهور الاهلي دلوقتي عنده حاله من الشده، لان هو حاسس انه هيخسر الدوري. ليه؟ لان هو اصلا بادئ الدوري عايز يكسبه. انا بقى قاعد بتفرج على الماتش مع واحد صاحبي زملكاوي، ماتش الاهلي والزمالك، حلو. فالراجل فريرا عمل التغييره بتاعه اوباما بسيف. التغييره دي اللي شافها الناس كلها غلط. الراجل اللي قاعد جنبي الزملكاوي ده اللي كان عمال يقول لي جده ده الراجل العظيم اللي ماسكنا ده، قال لي ايه التغييره دي، مش عارف ايه وام ايه. خابط في الراجل. يا عم ده احنا لسه في الماتش. ده احنا لسه في الماتش، انت لسه كسبان زي ما انت عادي، ما حصلش حتى عليك هجمه. يعني اتقل. ايوه فجمهور الكوره جمهور كده متحفز جدا دايما لفرقته ولمناصره فرقته. اللي انا عايز اقوله يعني ان في كل الاحوال احنا بنتكلم على ان 3 4 3 بس هي هتحاول بيها تشتري شويه وقت لفرقه عندها ازمه. اذا المخرج او اداره الازمه، اداره الازمه بالنسبه للاهلي الاقرب ليها انه الراجل يشتغل على 3 4 3 على الاقل انه يقلل مساحات الجري، وبالتالي يحافظ على اكبر قدر ممكن من اللعيبه اللي موجوده عندهم ما يتصابوش. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا متفق. النقطه الثانيه ان تعالى كده نتكلم بصراحه. اشرف بن شرقي على سبيل المثال، لو كنت انا قلت لك في مرحله ما اشرف بن شرقي عنده اجهاد، هل اصعد ناشئ وريح اشرف بن شرقي، ولا احاول اعمل طريقه ما تخلي اشرف بن شرقي في الملعب؟ هعمل طريقه ما واخليه في الملعب. والله الاثنين يمشوا. بس على قدر الامكان هي امكانيات بن شرقي عاليه قوي، صح؟ أوي. فهحاول ايه؟ احتفظ بيه. احافظ عليه. اقول له طب اقعد جنبي على الدكه عشان لو احتجتك وهكذا، صح كده؟ انما في الاهلي في الوقت الحالي بما ان كل اللعيبه في ادنى حالاتها، ايه اللي هيمنع لو زياد طارق خد الفرصه؟ طيب بس في نفس الوقت لازم ندي عذر للراجل. انه لو استبعد ناشئين فلربما يكون لاسباب احنا ما نعرفهاش. طيب اسباب زي ايه اللي احنا ما نعرفهاش؟ هي جزء من اداره الازمه، وهدي لك مثل عشان هطبقه بعد كده عملي. كان ريني فايلر عنده قاعده في التدريبات، اللاعب اللي هيدي ظهره للملعب مش هيكون معايا في القايمه بتاعه الماتش اللي جاي. مش فاهم حاجه. اللاعب اللي هو بيجري وضيع كوره، ضيع انفراد، ضيع باص، لو وقف بطل جري هو مش معايا الماتش الجاي. فاهم قصدي؟ ده فايلر كمان، ده ريني فايلر من على لسان اللعيبه يعني. فانت هنا بتتكلم في ان الراجل كان حاطط لهم قاعده، انت احيانا ما كنتش بتبقى فاهم ليه فلان الفلاني خرج من القايمه، بس لان في قاعده هنا بتطبق. فانا ما اعرفش هو لما بيتفرج على الناشئين ربما بيطبق عليهم قواعد صارمه، بس في نفس الوقت انا لو في ايدي اصعد ناشئين دلوقتي فهو ده وقتها. اداره الازمه جزء منها ان انا احاول، مش لازم يبقى كل اللعيبه سوبر، بس كل اللعيبه بتجري فيبقى ده رقم واحد. مساحات الجري بتاعتنا بنقللها عشان نساعد اللعيبه اللي عندها ازمه بدنيه زي علي معلول. اللي حصل لعمر السوليه مش عايزينه يحصل لعلي معلول، لان برده عنده حمل كبير. ما هو علي معلول برده كان واحد من برده دولي وبرده تونس تونس كاس العرب كاس العالم. عندي فتحي نفس القصه، عندي فتحي نفس الموضوع. فاحنا هنا 70% من قوام الاهلي بالظبط القصه دي. الاهلي اشترى الاجهاد كله،
دخل بالظبط كده. بس دي نتيجه ان هو كمل لحد اخر مباراه في دوري ابطال افريقيا لعب كاس عالم للانديه، فعنده حاجات في النص زياده عن اي حد تاني. بجانب ان اللعيبه دي كانت في كاس الامم الافريقيه لحد النهائي ب 320 دقيقه، يعني فرق كاس الامم الافريقيه كلها لعب 7 ماتشات، منتخب مصر لعب 8 ماتشات في 90 دقيقه زياده، فده في 120 دقيقه زياده كمان بالنص ساعه بتاعت السنغال. فهو في اجهاد كبير جدا على المجموعه دي، والاجهاد على فكره مش بدني بس، هو بدني وذهني. يعني في لقطات من اللي احنا جبناها العبر هو ذهني، يعني هو مش قادر ياخد القرار الصح، فده شيء مهم جدا. هل من الوارد برضو، انا بلعب معاكم اللعبه بتاعت كل الاسئله اللي الناس ممكن تسالها او اللي برضو تبقى بعيده شويه، هل من الوارد طول الموسم زهق اللعيبه؟ ما برضو اللعيبه دول في الاخر بشر، بني ادمين، انا بني ادم عمال اشتغل بقالي سنه كامله في معسكرات من فرقة، من الماتش 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 تحت ضغط المنتخب لبطولات لراجع لهنا 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 لهنا، مفيش راحة. انت بتحتاج وقت، حتى احنا في شغلنا حتى بتحتاج ان انت تفصل شوية. عيب يا ادم، انا مش عايز اشوف الكورة. وانت عارف، انت حط نفسك مكان عمرو السولية، كابتن منتخب مصر فجأة في كاس العرب بيدخل جول في نفسه في ماتش تونس بالضغط العصبي اللي في الموضوع كله من الناحية دي، بعد كده كاس الامم الافريقيه. هل ورد اللعيبه توصل لحاله زهق؟ طبعا 100%. بس انا كنت عايز اقول لك ان السبب هو اصليه، بص هي القصه مش سحر، يعني مش زرار. يعني ايه اللي خلانا مثلا، او خلانا نبص على ان الداون بدا من بعد كاس العالم للانديه؟ ما هو ماتش الهلال السعودي قبل ماتش الهلال السوداني باربع ايام. ايه الفرق في الاربع ايام دول؟ ان كان في دافع في كاس عالم الانديه. انت رايح كاس عالم للانديه، عندك دافع ان انت تحقق ميداليه، عايز تحافظ على اللي انت عملته في السنه اللي فاتت، فاللعيبه كان عندها الدوافع النفسيه اللي تغطي على الاجهاد البدني. مجرد ما خدت المركز الثالث، مش هقول لك ريحت، بس خلاص رجعت للافرج، رجعت للطبيعي، هتلعب دوري وهتلعب تشامبيونز ليج اللي انت خدته مرتين. في دافع ان انت كده كلاعب عايز تكسب البطوله، وعايز لان فيها مكافئات ماديه وفيها كل حاجه، لكن الحاجه اللي بتحصل مره في العمر انت خلاص عملتها، ان انت خدت برونزيه مرتين. لكن تشامبيونز ليج انت بتلعبها كل سنه، دوري انت بتلعبه كل سنه. مش بقول ان في تخاذل، بس في حاله مش الزهق اللي انت وصفتها. انت لما يبقى عندك حلقه مهمه او عندك طالع تحلل ماتش مهم، بيبقى استعدادك ليه غير لما تتحلل اي ماتش تاني. صحيح. لا انت عارف ان هو ماتش مش هيتكرر، فانت بتركز فيه بكل طاقتك. زيدان لما كان عايز يقنع كريستيانو رونالدو انه يقعد على الدكه، كان بيقول له، قعد معاه في اجتماع يعني، وقال له انت ما زهقتش من الفنادق؟ يعني ما زهقتش من كتر الطيران وحالات الطيران والفنادق؟ فانت بتتكلم برضو في ان لغه لعيبه الكوره، يعني المعسكرات طول الوقت هي بكل تاكيد حاجه صعبه. اكيد طبعا بتبقى ليها جانب نفسي كبير جدا طبعا. طيب ده كلام عظيم فعلا، ولا ممكن ناخد الاسباب التي ادت؟ لا يلا، ده كلام عظيم، وعايز اقول للناس ان احنا مش هنحط سؤال، احنا هنستقبل كل اسئلتكم وهنطرحها على عز وعلى عمر. يعني على عكس ده، ما احنا نحط سؤال لحضراتكم وانتم بتتفاعلوا عليه. انا عارف انه القدر الكبير جدا جدا من المنافسه المشتعله ما بين الاهلي وبين الزمالك ومن بيراميدز هيخلينا نبقى محطوطين دايما في فكره ان احنا نتفاعل معاكم باستمرار. لذلك الهاشتاج بتاعنا هو ملوك التحليل في جمهور الثالثه. كل اللي حضراتكم بقى عايزين تسالوا فيه من الناحيه الفنيه، سواء اللي يخص الاهلي او يخص الزمالك، ابعته لنا على الهاشتاج واحنا هنقراه ونسال كمان عز وعمر. خليكم معانا بعد الفاصل. الاهلي والجونه، وفي الجزء الاولاني كله احنا كنا بنتكلم على كلاهما، الاهلي والزمالك، ودلوقتي هنتكلم تفصيلا بقى عن الحالات اللي بتخص كل مباراه من المباريات. نبتدي معاك يا زيزو. يلا بينا. يلا. انا ابتديت بصوت واطي وحبيت اعمل حكيم، مش ما جابتش معاك، ما جابتش صح؟ مش معايا، سيبك مني انا. الناس ما جابتش عموما. لا، ما هو ده مش عز والنبي، اقسم بالله. طيب بص بقى، ايوه كده، ده كده عز، لكن مع انه انت بترحب راح عامل دي وانا بقلق منها، بس لا يعني دي كده عز بقولك. لا هو الاهلي خد بالك يعني فاهم، مش هينفع شوكه وسكينه، مش هينفع. شمر يا باشا واتفضل. يلا بينا. شمر يا باشا واتفضل. المشاكل، الازمه اللي الاهلي فيها، اللي محتاجه اداره، اللي ابتدى المدير الفني انه يحاول يطبقها في مباراه الجونه 3-4-3 ريكاردو سواريز. يلا بينا. يلا خلينا نبتدي من مباراه الاهلي والزمالك. ومباراه الاهلي والزمالك في الحقيقه كان فيها جزء مهم جدا مرتبط ب
معلش هات اللقطة من أولها كده علشان اللقطة أيوة من أولها فيها الجزء اللي أنا عايز أتكلم فيه فيما يخص تصرف اللاعب. ستوب. أحمد عبد القادر إدى ظهره في الملعب، هي دي اللي أنا بقولك عليها، يعني إيه إدى ظهره للعب. أحمد عبد القادر باص الكورة اتقطعت، إدى ظهره للعب. طيب لما اديت ظهرك للعب حصل إيه؟ أنت تفتكر إن التأثير بسيط لأنك في النهاية راجل مهاجم، مش يعني ما عندكش أزمة كبيرة يعني، لكن في الحقيقة الإفكت كبير، لان الفرقه بتاعت الزمالك، معلش لو رجع شويه باللقطه لحد ما الكره كانت في رجل امام عاشور، امام عاشور خد زمن كبير جدا في صب، شايف المساحه اللي عند فتوح رجع لامام، امام ده كان المفروض يبقى مع احمد عبد القادر، بس هو بقى عشان احمد عبد القادر مش هنا، عمرو السوليه بيتمشى بسبب الحاجات والدقائق اللي احنا جبناها، كانت النتيجة الطبيعية ان الكورة تطلع بمنتهى السهولة لان امام عاشور لقى الوقت الكافي جدا ان هو يلعب. اوكي طيب النقطة التانية وهي الأزمة التانية، يبقى الأزمة الأولى إن في إن المهاجمين عندك ما بيقوموش بالواجبات الدفاعية بشكل جيد، حلو؟ معلش أنت مستربع معايا ليه يا حبيبي؟ يعني هتعمل الأول. يبقى المهاجمين ما بيقوموش بالأدوار الدفاعية. طيب الحاجة التانية إن في مساحات كبيرة ما بين الباك اليمين وقلب الدفاع والعكس، طيب جت منين بقى؟ تعال نبص سوا كده، ودي لقطة حلوة فسيب التليفون وركز معايا. لا أنا عشان من عارف إنك تقرا الهاشتاج، أنا عارف بس يعني يعني ماشي انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك. طيب هنا اشرف بن شرقي كان راجع بمحمد هاني في الملعب لنص الدفاع بتاع الزمالك، خرجت الكوره فشغل بقى بسرعتها، فلما خرجت الكوره اول حاجه عملها جوزوالدو فيريرا مدير فني كبير طبعا، قال لاشرف بن شرقي زقه روح ما توقفش هنا، لان اشرف بن شرقي كان واقف ورا، فهي الفكره ان هو عايز يزق محمد هاني لورا عشان يزق الاهلي كله لورا. طيب والتعليمه الثانيه ودي بقى اللي فرقالي جدا، الاشاره بتاعت في العمق، خش في العمق. تعالى بقى نتفرج على الماتش بالكاميرا العاليه الجميله اللي ظبطها لنا كابتن عمر عبد الله. ماشي حلو. ستوب، ارجع خطوات معايا كده وامشي معايا بقى بالراحه. الراجل اللي بيلعب ناحيه الشمال ده اشرف بن شرقي، بيجري وراه مين؟ محمد هاني. مين بقى اللي بياخد المساحه اللي ما بين محمد هاني وياسر ابراهيم؟ ده سيف ده ولا لا؟ ده امام عاشور. ده امام. وبالتالي هو كان مكلف لاعب الارتكاز الثاني امام عاشور انه ياخد المساحه دي بالطريقه دي، وبعدين نقوم لاعبين الثاني بالمناسبه، وبعدين نقوم لاعبين على العمق. فبالتالي عمق الاهلي والمساحات اللي ما بين الباك اليمين وقلب الدفاع مكشوفه جدا لكل الفرق، فبالتالي انت عندك مشكله شفتها في ماتش بيراميدز ليها علاقه بجبهه علي معلول، النهارده انت اتفرجت على مشكله بين محمد هاني وياسر ابراهيم، وشفت البطء بتاع دفاع الاهلي وهو بيلعب دفاع متقدم، واتفرجت على احمد عبد القادر ومجدي قفشه وهو ما بيدافعش، يبقى انا اعمل ايه؟ ما عنديش غير 3 4 3 الم بيها الملعب. بالظبط كده، 3 4 3 اللي تخلي الباك في ظهره قلب دفاع، وقلب الدفاع جنبه قلب دفاع، وقلب الدفاع والباك الناحية التانية جنبه برضو قلب دفاع، فتنظم لي الدنيا شوية، فبالتالي تقلل المساحات اللي ما بين محمد هاني وعلي معلول. وانت عشان تكسب الدوري وعشان تكسب اي ماتش لازم تدافع كويس، ولما تدافع كويس لعبتك اللي قدام تاخد اريحية في الهجوم، فما بقاش في ازمة خالص في ان محمد مجدي قفشة واحمد عبد القادر ما بيقوموش بكل ادوارهم الدفاعية، فانت بتقلل مساحات الجري على الفريق كله. ما كانش حد غلب طبعا لو طريقه 3 4 3 هي طريقه مريحه قوي كده، لان هي ليها اضرار انك بتلعب باتنين بس في وسط الملعب، لكن ليها ميزه كبيره دلوقتي انها تعالج لك الازمه الرهيبه اللي انت بقيت عايشها باللقطات اللي احنا استعرضناها دي. 3 4 3 بقى كابتن عمر عبد الله يتكلم عنها. طيب خليني اخد شويه من الهاشتاج بتاعنا. علاء عبده بيقول لعيبه الاهلي مش مجهده، سبب مستوى اللي ظهر بيه اللعيبه هو ان موسيماني نساهم الكره بسبب ادمانه للكرات الطوليه. صح. مصطفى سعيد، ده راي عظيم. لا صح، راي عظيم دي هتتاخد. لا هو مش عشان هقول ايه بس. طيب لا الراجل مشي من زمان قوي يا جماعه، نساهم الكره يعني ايه؟ وبعدين معلش بقى انا اسف يعني انا ما بحبش اتكلم في موسيماني لانه مشي، بس طب ما هو موسيماني مستلم من فايلر كان بقاله فتره طويله اللي هي بتاعت ما بعد الكورونا. دي نقطه مهمه كان جدا، كان فيها ازمه. دي نقطه مهمه جدا عشان برضه كان عنده ازمه كبيره في التدريب، واول لما كسب واول لما عمل قالك ده شغل فايلر. لا لا اله الا الله. بس في نقطه مهمه جدا فعلا، لان فتره فايلر طبعا فايلر واحد من احسن المدربين اللي دخلوا دي ما فيهاش نقاش، ما فيهاش كلام يعني. بس الفكره ان تصوير ان فتره فايلر كلها
كانت ذهبيه؟ لا. لا لا، لان احنا هنا الناس تناست خالص ما بعد كورونا. احنا هنا على نفس الكرسي كنت فاكر قلت لك مش مركز بسبب الكورونا لان اخر 7-8 مباريات 3-1 بتاع الزمالك اكبر دليل يعني. طب اخر 7-8 مباريات اسال سؤال، ليه موسيماني حيطه مايله؟ ما اعرفش يعني ليه، مش عارف حقيقي مش عارف، بس يعني خلاص لان كان عليه شد وجذب كتير. مع ان الاسهل بالنسبه لنا دلوقتي احنا الثلاثه دلوقتي، طب ما الموجه عاليه واديها موسيماني والناس كلها ماشيه موسيماني فمشيها موسيماني. لا هو هو موسيماني ليس ملاكا ولا شيطانا. هو هو لا هو مش السبب ان هو ناس لعيب، بالعكس الراجل فضل ماشي باللعيبه لحد اخر. انا مقتنع تماما ان 50-60% من اللي الاهلي فيه ده ظروف. يعني عشان كده قلت لك الاحصائيات اللي في الاول اللي هي بتاعت 50% فوز هنا 50% فوز هنا، لان انا عايز اقول ان اي مدير فني في الوقت الحالي حتى لو موسيماني يكمل كان يبقى نفس القصه، واي مدير فني في فتره موسيماني الاخيره كان يبقى نفس القصه، لان اللعيبه وصلت جابت بعد الاخر باخر. يعني مصطفى بيقول هل هيتم استخدام زياد طارق كبديل للسوليه وقفشه يلعب 8؟ صعبه شويه، صعبه شويه، بس ممكن مجدي قفشه او ممكن كوكا. ممكن نبيل كوكا مكان السوليه. كريم عمرو لسه مصاب، اظن مجدي قفشه الماتش الجاي وبعدين كوكا يكون يرجع. كريم عمرو الغمراوي، هيما اصابات لعيبه الاهلي بقالها كذا موسم، هل طبيعي اللي بيحصل مع تلاحم المباريات والكلام ده مش موجود في الزمالك ليه؟ هل المشكله في الجهاز الفني ولا في ايه؟ احنا هنتجنن. مش موجوده في الزمالك عشان الزمالك ما وصلش نهائي دوري ابطال افريقيا وما لعبش كاس عالم للانديه ورا بعض بس في نفس الوقت هو الزمالك عنده مشاكله الخاصه، يعني هو عندهش قايمه، عنده نوع تاني من المشاكل، عنده نوع تاني طبعا، فبوظ قايمته بنفس الطريقه. يعني عايز اسال عز وعمر وبيمسي عليكم، يامن زياد بيقول سؤال، رايه في مركز 6 لمحمد عبد الغني، هل فريرا يبدا يثبت عبد الغني وامام مع بعض ورؤى يلعب بديل ولا لا؟ عندي حالات ليها لما نتكلم عن الزمالك. طيب ماشي، فاصبر معانا. يوسف صلاح بيقول راي ابراهيم على صفقه الاهلي احمد رفعت، وهل الصفقه دي مفيده ولا لا؟ وهل سواريش سيحول اداء الاهلي الى اداء ممتاز ولا لا؟ رفعت مفيد لاي فريق طبعا. رفعت كخامه، بس هو يعني هو لحد دلوقتي في فيوتشر واحد من افضل لعيبه الدوري. وسواريش محتاج وقت، محتاج وقت عشان يحط بصمته، لان هو واضح فعلا ان الراجل ما بين ان عنده احلام وطموحات انه يلعب الكره بتاعته اللي هو حافظها، وما بين ان هو يدير ازمه. واحنا اهم حاجه برضو عشان ما يعني ما الناس ما تفتكرش ان احنا بنقول محتاج وقت فاحنا بندعمه وبندفعه، ملناش علاقه. هو محتاج وقت عشان يشتغل، واحنا محتاجين وقت عشان نقيم الشغل. مظبوط. طيب ممدوح فوكس، صباح الفل عليكم مملوك. مبدئيا كده عمر مالكش دعوه بزيزو. انا ما جبتش سيرته، ده عز اللي جاب يا جماعه. والله انا ساكت عن زيزو بقالي حبه حلوين. الراجل بعت لك سمايل فيس، يعني الراجل بعت لك سمايل فيس بيهزر معاك، مش بيقول لك لا لا لا، اصل الراجل واحد. ثانيا يعني في عدم وجود بن شرقي، مين من وجهه نظرك يبقى بديل في الفتره اللي جايه؟ انا كنت شايف نيمار هو طبعا فيرير راح في البدايه لشيكابالا، بس انا شايف ان هو مع يعني مع عوده رؤى هيبقى رؤى وامام، وهيبقى المثلوسي ناحيه اليمين، وعبد الغني هيرجع تاني تالت في نص الملعب. يعني رؤى هيحل القصه دي كلها، رؤى هينزل في قلب وسط الملعب، عبد الغني هيرجع تالت، فبالتالي مسلوس هيروح ناحيه اليمين، فنيمار ممكن يروح ناحيه شمال. او الميزه اللي في فيريرا، واحده من مميزات فيريرا الكبيره، العدل، وهو ان انت كويس كمل، فهو هيكمل بنفس الشيب ده. صحيح. يلا بينا نروح على الحالات بتاعتك. يلا نروح. عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي الجابه والمساحات الواسعه الكبيره اللي كانت ما بين لعيبه النادي الاهلي. وهنا عايز اقول ان لما كنت قاعد معاك يوم الجمعه قلت لك خذلني هو. انا الفكره بالنسبه لي مش الخذلان الفني، الفكره ان انت خذلان الفكره بالظبط، ما حافظتش على انت عارف ان في عندك مشكله كبيره جدا في المنطقه دي، وكانت موجوده من قبل ما انت تيجي، فكنت بتحاول تحلها بان انت تضغط ضغط عكسي. خلينا نقول ان هو عملها قدام فيوتشر، وفيوتشر سكواد كبير مع كامل الاحترام لفريق الجونه، ولكن طبعا هو بيعاني في الدوري. وقع منه ماتش بيراميدز لانه غير، وقع منه ماتش الزمالك لانه غير، بس حاول يرجع في مباراه الجونه مع ال 3-4-3. وهنا ال 3-4-3 اللي عز شرحها اديته اريحيه شويه في حته انه يرجع الضغط تاني، لانه اوريدي متامن بثلاثه ورا، فلما يزق 6-7 لعيبه قدام تضغط الامور مريحه معاه شويه. عشان كده دايما بنقول ان الشكل الرقمي مهم، لكن الاهم تطبيق الشكل الرقمي. وظيفتك ايه في الشكل الرقمي ده؟ فتعال نشوف الحالات بتاعت اول فيديو معانا للاهلي، وهي الضغط اللي بدا يرجع تاني الاهلي ينفذه مجرد ما يخسر الكوره. ده شكل تحرك لعيبه الاهلي في الملعب بال 3-4-3 الصريحه، اللي يهمني فيها تمركز قفشه في قلب الملعب، والمساحه اللي بيسيبها لكريم فؤاد ناحيه اليمين، لان دي هنشوفها في الشكل الهجومي للاهلي. تعال نشوف بقى الصوره اللي بعديها، لان دي الاهم. فاكر لما جبت لك نفس الصوره دي في مباراه بيراميدز؟ دي مناطق استخلاص الكوره للاهلي طوال المباراه،
تمام؟ جبت لك الصوره دي في ماتش بيراميدز، قلت لك الاهلي استخلص في النص الاولاني في نص ملعب المهاجم 36 مره، في حين ان في مباراه فيوتشر كانت 46 مره. النهارده قدام الجونه 46 مره، منهم خمس مرات جوه منطقه الجزاء. دي حاجات مهمه. انا عارف ان في فرق سكواد كبير ما بين الجونه وما بين بيراميدز وبين الزمالك، بس اتكلم في فكره، هو يمكن ده الخذلان انه كش شويه من الزمالك وبيراميدز فرجع لورا، ما كانش ينفع. كمل لان هو ده اللي بيحل لك المشاكل البدنيه اللي عندك، لان انت بتقلل مساحات الجري، بتشوفها شورت سبرنت كتير بس هي في مساحه قليله. فتعال نشوف سريعا الحالات اللي معانا اللي حاول يتلافى بيها. هنا بقى الفكره، ده هنا في الدقيقه الاولى يتلافى بيها اللي عز جابه في الهجمه اللي كان فيها مساحه كبيره جدا ما بين الظهير والجناح. هنا هتلاقي اول ما الكره تبدا تتباصى، هنا بص نص الفرقه في نص دايره، خمس لعيبه والسادس بره اهو، خمس لعيبه داخلين يروحوا يجيبوا كوره في الدقيقه الاولى. كمل بقى الهجمه، فبتنتج عنها اعاده استحواذ وتسديده في اول ثانيه او في اول دقيقه. فبالتالي هنا بص خمس لعيبه تاني على طول انت بتروح عشان تجيب الكوره، فانت بتسهل على نفسك، بدل ما تجري عشان تغطي المساحه انت بتمنع ان هو يستغل المساحه اصلا بالضغط العكسي اللي انت بتعمله. جاب الكوره ياس لان علي مريح، فالتلاتة أربعة تلاتة اديتك، بس خد بالك ان التلاتة أربعة تلاتة لو ما لعبتهاش بالوظائف دي هتبقى مشكله، لان الكره الوحيده اللي الاهلي ما جابش الكره من قدام محمد شبراوي راح هو الجول مباشره، اتلعب اللونج بول الطويل اللي في ظهر المدافعين فراح محمد شبراوي. لا وهي احنا ممكن نحتاج حلقه ثانيه نتكلم فيها عن كميه الاخطاء اللي طبق فيها 3 4 3 الاهلي في الماتش، بس انت بتقول ان في كل الاحوال انت لسه بتحاول تطلع، فهي اشبه بالمباراه بتاعه الزمالك واسوان بالنسبه لي بالزبط. لما كان الزمالك اول طلع لفيريرا بالظبط في 3 4 3 كان الاداء بعيد، فيعني كل حاجه بتيجي بالوقت، مفيش حاجه بتيجي من غير كان ليها برضو شق هجومي مهم برضو ممكن نستعرضه يعني. يلا اتفضل. طيب نشوف يلا. الحالات الهجوميه عشان كمان الفصل عشان بعد الفصل نخش على الزمالك. الشغل الهجومي بقى سريعا نخش على ازاي الاهلي كانت فكرته في التلاتة أربعة تلاتة. التلاتة أربعة ثانية واحدة نوقف بس عشان نقول التلاتة أربعة تلاتة البيزكس صرف، وهي انه ازاي يفرغ مساحة للوينج باكس بتوعه. وفكرة بقى اللي عز جابها في مباراة الزمالك واللي كنا اتكلمنا عليها يوم الجمعة، وهو انه اختار اتنين لعيبة يلعبوا ما بين الخطوط اللي هم ديانج وعمر السلية، اختارهم غلط. النهاردة هو عوضهم بأفشة وعبد القادر في محاوله ان يبقى فيه اكتر ديناميكيه في وسط الملعب. فتعال نشوف نمشي الحاله ونركز على أفشة كده. بص اهو قفشه في نص الملعب بيكلم كريم فؤاد وبيقول له روح، لان انا هخش في قلب الملعب انت روح في ظهري عشان نفضي المساحه دي. فهتمشي الهجمه تاني، يعني عبد القادر دخل الوينج باك اتحرك فبقى في حسام حسن. حسن فهو خلق المساحه بقى اكثر ديناميكيه في 3 4 3. فهو فعلا الحل اللي اتكلم عليه عز واللي لجأ له سواريش هو كان مهم جدا في الطريقه دي على صعيدين، صعيد ان انت تفتح الملعب، بص هناك علي معلول فاضي ازاي، وبص هنا كريم فؤاد فاضي ازاي، ودي نفس الهجمه اللي فاتت على فكره، بس الطريقه دي تناسب الجونه، فتحه الملعب اللي على الاطراف عشان هو بيدافع بيلعب قدامك كومباك. بس خد بالك هو انت اصلا طريقه دفاع الفريق اللي قدامك بتعتمد على طريقه هجومك، ونفس القصه الناحيه الثانيه، انت بتحضر اللعب بناء على طريقه ضغط الفريق اللي قدامك. هي الفكره كلها ان انت بتطبق ال 3 4 3 بالشكل الصريح ده، وانت بتجبر الفريق اللي قدامك، لان كده كده لما قفشه هيخش لجوه هيخش معاه ضروري لعيب اللي هو الظهير، فهيفضي المساحه للوينج باك. انا الشكل عشان كده هرجع واقول لك تاني، فكره الشكل الرقمي بالنسبه لي مهم، لكن الاهم وظايفك. فجزء كبير من الراحه دي والاريحيه في فتح المساحه دي ان انت كنت بتجيب الكره بسرعه، فالهجمه معاك على طول، فانت مش قلقان من المساحات، فالموضوع بالنسبه لك بقى ان انت بتعمل بروتكتيف ديفنسيف، بتدافع عن نفسك والكره معاك، وبتقدر تهاجم وتخلق مساحه للاعيبتك. بس في النهايه فيها ديفوهات صحيح. طيب خلينا ناخد من الهاشتاج اخر ملاحظه بس، انا اسف معلش، العز قال ان هو اتنفذت كده بس في مشاكل كتير جدا، بدليل انك رغم كل الشغل ده الهدفين من ضربتين ثابتتين. محمود عبد الرؤوف مساء الفل عليك يا هيما ومسيل على عز وعمر، سؤالي لو الزمالك فاز على فيوتشر وبيراميدز اقترب بنسبه كام من اللقب؟ يعني نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل، متغيرات خد بالك، ما تعرفش الإصابات، ما تعرفش رجوع اللعيبة، وما تعرفش لا بس يعني حاجة. خلينا في المنطقي، هم دول المباراتين اللي بيعول عليهم يعني جمهور الأهلي إن هو يفقد فيهم نقاط، فبالتالي لو خسر هيبقى، لو كسب المباراتين هيبقى قرب بشكل كبير يعني. لو خسر طيب يبقى محمد جمال رايح بعيد قوي، قال لك من وجهة نظركم إيه الصفقات اللي تخدم طريقة لعب فيريرا وسواريش من اللعيبة اللي بنسمع عنها؟
ما حلو في اخر السيزون بقى. في اخر السيزون هنعمل حلقه عن القصه دي. خد بالك الاثنين بيلعبوا نفس الطريقه دلوقتي 3 4 3 الا بقى لو مع السيزون الجديد بقى خلاص فن اداره الازمه تبقى الازمه انتهت وكل واحد يرجع بقى باك تو بيزكس لحتته وكل واحد يبتدي بقى بمعسكر وبالرواقه. نروح لفاصل وبعد الفاصل الزمالك والسموح. يلا بينا. لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور التالتة ومع ملوك التحليل أحمد عز وعمر عبد الله. ودلوقتي هنتكلم على مباراة الزمالك وسموحة فقرة الأواشيط. تفضل يا زيزو. طيب واحدة من أكبر نقاط القوة في 3-4-3 هي فكرة فتح الملعب بالشكل ده عن طريق ظاهرين الجنب. حلو الكلام. واحدة من أكبر المشاكل اللي قابلها الأهلي في المباريات الأخيرة كانت بسبب وجود مثلا مباراة الزمالك 2-2 والمباراة الأخيرة فكرة ان زيزو، لان الأهلي كان بيلعب بأربعة مدافعين، زيزو مثلا على سبيل المثال مسؤولية مين؟ علي معلول. فيبقى الراجل ده مسؤولية مين؟ ربنا مش عايز يقطع بينا. الراجل ده نيمار مسؤولية جاي تسأل انت. نعم. ربنا مش عايز يقطع بينا يعني. والله وحشني تامر مش موجود فانت هتبقى مين؟ سيرتو سيرتو العطره يعني. لا وده لسه لما الحالات تيجي زيزو فيبقى مين اللي معاه؟ مين؟ جاوب. اهلين حباب. خلينا بقى مين اهلين حباب مس لبنان. فاحنا عندنا ايه؟ النيمار هو ده مسؤوليه مين؟ هيبقى مسؤوليه يا اما الراجل اللي راجع اللي بيتراك باك يا اما واحد من لعيبه الوسط. فانت دايما بتخسر بني ادم في المواجهه دي. اتلتيكو مدريد دياجو سيميوني كان دايما عنده تفضيل في الحاله اللي هو اللي شبه كده لما بيلاعب المجموعه دي من طريقه اللعب دي 3-4-3 انك الصح انك تعمل كده ان الظهير يقابل ظهير. حلو. وان ده يبقى مسؤوليه قلوب الدفاع مع الترحيل بتاع اللاعب نص الملعب. فبتقلب كام؟ 3-4-3 لان في النهايه بتبقى الملعب بالشكل ده. انت حطيت ظهير قدام ظهير. وعلي معلول لما يكون قدام نيمار نيمار يعمل كده. فعلي معلول يقدر يبقى عنده اريحيه. انما لما علي معلول يبقى هو اللي ماسك زيزو ونيمار لوحده فنيمار يفضل يعمل كده. فعلي معلول في الاخر يفضل عنده حيره طول الوقت. فدي كانت الفكرة الذكية بتاعت 3-4-3 اللي ساعدت فريرة واللي الأهلي دلوقتي بيطبقها بناء على كمان أنه كان بيطبقها في بداية الموسم مع بيتسو موسيماني. حلو؟ طيب نيجي بقى لفكرة إدارة الأزمة بتاعت فريرة. فريرة اختار 3-4-3 لإدارة الأزمة. عنده حسام عبد عنده حسام عبد المجيد ما عندوش سرعة، عنده الاثنين مدافعين ما عندوش خبرة، عنده اثنين مدافعين جنبه ما عندهمش سرعة، ما عندوش ظهير أيمن أصلاً، طارق حامد مش موجود، فالثلاثة أمنوا فكرة الاثنين وراح لمحمد عبد الغني وراح للمثلث اللي قدامنا ده. فضل الفريق يتعلم ويحفظ لحد ما فرجنا على شكل مركب أو شكل أقول متقدم من طريق 3-4-3 عن طريق حمزة المسلوسي. وبالنسبة لي حمزة المسلوسي، محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد، الثلاثة دول هيبروزوا لي قوي شغل جوزوالدو فيريرا مع الزمالك وهنتفرج عليها سوا. في بدايه الحالات عشان نرجع نشرح على السبوره، في بدايه الحالات مع الزمالك هتلاقي ان من السنتره في مباراه سموحه الشكل العام للفريق ايه؟ لا ده حسام عبد المجيد. وانت عايز الشاشه هنا ولا اجيبها لك هنا؟ عايز احسن. لا هنا احسن. وابتدي بفيديو التاني للزمالك. انا اسف. زي ما انت شايف. زي ما انت شايف وقفه الزمالك في الملعب كام؟ 3-4. انا اسف كنت هساله بعدين. اتفضل. 3-4-3. وبالتالي انت شايف بدايه اللعب حمزه المسلوسي قلب دفاع. فالناس كلها تمام حمزه المسلوسي من ساعه ما رجع والناس بتقول ان الزمالك بيلعب 4 بس هو في الحقيقه الزمالك بيلعب 3 بس هو بصراحه في احيان الزمالك بيلعب 4. الفكره بقى ان الزمالك كان الاول في ازمه فالفريق مش حافظ طريقه اللعب خالص. دلوقتي اجاد لدرجه ابتدت تخلي الفريق يغير ما بين 3-4-3 و 4-4-2 بأريحية كبيرة جدا. طب هو بيغيرها بناء على ايه؟ ده السؤال بقى اللي مهم جدا. بص شكل الصب كده بقى الزمالك بيلعب كام؟ 4 اهو، وفتوح موجود وحمزة المسلوسي وقلبين دفاع. صح كده؟ فدي حاجة غريبة جدا. طيب هو بيظبطها ازاي؟ معلش بقى هتهالي من الاول علشان خاطر يعني تتشرح بشكل جيد. سلام عليك يا زيزو، ان الحاجات دي بتسمحني بقى. هو عامل الطريقة بتاعت ان الظهير يقابل الظهير زي ما انا كنت لسه قايل لك في الفكرة. فبالتالي اول ما اللعب هنا ناحية الشمال
الظهير بيقابله نيمار، مطرح ما بيميل بيميل بالظهير بتاعه بالظبط. لو اللعب اتنقل الناحية التانية عند الظهير اليمين هتلاقي فتوح سايب الراجل المهاجم اللي ماسكه وضرب سبرنت هو اللي قابل مش شيكا. أيوة. لان انا لو اعتمدت على شيكا هيبقى زي كاني اعتمدت على احمد عبد القادر يرجع، والاثنين مش احسن اثنين هيدافعوا. ماشي. وبالتالي لا احنا هنرحل الملعب الناحية التانية، شغل هتلاقي فتوح هو اللي جري يقابل الراجل اللي فاتح الملعب في سموحة، وعملنا الترحيلة عملنا الترحيلة عملنا الترحيلة. أيوة. الفرقة قلبت التلاتة تاني. عادي جدا خلاص، وحمزة المسلوسي بقى قلب دفاع مرة تانية. ده وقت يا جماعة، ادي المدرب وقت. وحتى حسام طلع على نص الملعب ومكانه حد رحل كمان، انا مش قادر اعرف مين اللي رحل مكانه. الادوار اللي بتحصل دي والتغيرات في الخطه ما كانتش موجوده اول يوم. احنا اول يوم الزمالك طبق فيه سموحه، انا كنت واقف هنا وقلت لك الاداء فوضوي 3-4-3 قدام اسوان، وفضل الاداء يتحسن لحد ما النهارده احنا بنتكلم على فرقه بتشفت ما بين 3-4-3 و4-3-3. هنا عندي سؤال مهم، تعبيرك انا فاكره ان الاداء فوضوي قدام اسوان، فكره شراء الوقت في الازمه ازاي؟ مين يعرف يعملها؟ يعني اقصد ايه صعوبه الموضوع ده؟ ايه ان انا عايز انافس وعايز رجلي تبقى في الملعب وعايز اصلح اخطائي، وانتوا كاعلام بتشوفوا صح او كخبراء بتشوفوا صح فبتحللوا صح فشايفين الملعب فوضوي، شراء الوقت انا اشتغل عليه ازاي بحيث ان انا اعرف اكسب ووقف الفرقه على رجليها، ومش مهم الاداء الحلو، الاداء الحلو ده مش مطلوب. تعالى نفتكر الحلقه، مش فن ولا هندسه دلوقتي. تعالى نفتكر الحلقه دي، تامر الحلقه اللي قبلها قال الزمالك انا لو جوزوالدو فيريرا هلعب 3-4-3. ايوه حصل. صح حصل. الماتش اللي بعده لعب 3-4-3، انا قلت الاداء فوضوي، بس ده اول ماتش في اول يوم في مدرسه 3-4-3. انا مستني اشوف اليوم العاشر، وهو ده بقى اليوم العاشر. يعني انت في الاول في الاخر انت بتحكم، عشان كده زي ما قلت لك جوزالدو اسف ريكاردو سواريش هو رجع ل 3-4-3 لاداره الازمه، انا متفق معاه في وجهه النظر، بس هيطبقها بجد بامتياز قد ايه انا ما اعرفهاش. امتى المدير الفني لما الاقي انه انا فعلا جيت اطبق طريقه لعب فلقيتها طريقه اللعب مش ناجحه معايا فبقرر ان انا اغيرها؟ يعني لو الراجل مثلا احنا بنفترض جدلا، يعني هو شاف ماتش اسوان فقال لا الاداء ده مش صح 3-4-3 اللعيبه مش ظابطه، فهختار طريقه لعب تانيه، فاختار طريقه لعب تانيه، قد يكون دلوقتي هو تايه في السكه. ايه اللي بيخلي المدير الفني ياخد قرار انه حتى ولو التطبيق مش احسن حاجه انا هخليه يبقى احسن حاجه، وانا قادر ان انا مع ده اعرف اكسب؟ اصل دي نقطه تمرين، اصل دي تفصيله صعبه جدا، مهمه جدا، ومش هتتقري غير بعد شويه وقت. يعني هو امتى اقول انا كنت غلط؟ أي. يعني لا 3-4-3 غلط يا جماعه، خلينا نرجع للبدايه التمرين. وايه اللي خلاني عرفت ان انا صح حتى وانا دلوقتي الناس بتقول لي انت مش صح؟ لان احنا في الاخر بنشوف المشهد الختامي، لكن التدريب اللي بيعمله المدرب كل يوم هو بيبقى عارف المباراه دي اللعيبه هتدي له كام في الميه من 3-4-3. يعني انا متاكد ان جوزوالدو فيريرا هو داخل مباراه اسوان عارف ان اللعيبه هتدي له من 3-4-3 40%. فلما ادوا له ال40% بالنسبه لنا لا ده قليل، لكن بالنسبه له هو ده اللي انا مستنيه، لان المباراه اللي جايه 45، لان المباراه اللي بعديها 50. فتمرينه مع اللعيبه، ونقطة مهمة جدا انت قلتها، ازاي اشتري الوقت؟ النتائج بتساعد، النتائج بتهدي الدنيا عليك. فهو لما كسب اسوان وعدى، طبعا في تألق كبير من محمد عواد في ضربتين جزاء، فالامور عدت. انا يهيأ لي ان 3-4-3 بخسارة من اسوان كان الموضوع ممكن يحصل فيها يهزه شوية، يقول لا اجلها مباراة واتنين، لكن هو كسب مع ان هو كان حاطط دايما المدير الفني بيبقى عنده اكسبكتيشنز من اللعيبة. انا هلعب عشان كده هي الكرة كلها مرتبطة، معلش احنا بنفكر، لان البري سيزون مهم. ليه؟ فترات الاعداد. بس انا داخل بطريقة معينة بواجبات معينة للعيبة، عايز اشوفهم في فترة الاعداد هيعملوا ايه. ريال مدريد السنة اللي قبل اللي فاتت غلب 7 من اتلتيكو مدريد، بس زيدان كمل فحقق لقب الدوري، او حقق نتائج في نهاية الموسم، منها ان هو وصل قبل نهائي تشامبيونز ليج ولقب الدوري بتاع في اخر موسم ليه. امبارح غلب 1 من برشلونة، بس انشيلوتي هيكمل. بايرن ميونخ في سنة من السنين اتغلب. هتتروقوا الموسم ده في سنة من السنين. هيحصل فينا ايه؟ هتتروقوا. لا انت بتغيرها الموسم ده. انت بتروقوا والله ما قلتش حاجة. ايوه لا قول بقى القصية اللي كانت بتجيب الحظ. هتاكلوا على وشهم. ايوه بالظبط كده، انا كده انبسطت. هو ده موسم جديد. موسم جديد هتتروقوا. انت فاكرني ان انا ده ما مشيتش معاه خالص. ايوه دي كانت جميلة. دي كانت وشها حلو عليكم انتم. قوي قوي. اتفضل. فبالتالي انت في التدريبات وفي التمرين وبتحليل البيانات اللي بيجي لك، انت بتبقى حاطط نسبة مئوية للعيبه هتديك مردود قد ايه. فده مهم جدا. فبالتالي لما عايز استنى اليوم العاشر، هو فيريرا مش مستني اليوم العاشر، هو عارف ان اللعيبه هتوصل هنا. واحده من كانت من اهم مميزات مانويل جوزيه في فترته مع الاهلي انه كان بيقعد مع لجنه الكوره، انتوا عايزين توصلوا بالتوب فورم فين؟
فيقولوا له في ديسمبر كاس العالم للانديه. فالموسم الاولاني بتاع 2005 قالوا احنا عايزين ناخد الدوري والكاس والشامبيونز ليج وبتاع. فوصل للبيك في مباراه النجم الساحلي التونسي، كسب 3-0. لما راح كاس العالم للانديه اتغلب اول ماتش بتاع جد. السنه اللي بعديها لما قعد معاهم قالوا له انتوا عايزين توصلوا للبيك فين؟ فقالوا له كاس العالم للانديه، مش عايزين نطلع من الدور الاول زي المره اللي فاتت. فراح خد ثالث مع كلوب امريكا، لان حط الاعداد بتاعه ان انا هوصل للبيك بتاع الفرقه هنا. جمله مهمه جدا لماسيميليانو أليجري، يقول مش مهم احنا فين في شهر ديسمبر، احنا المهم فين في شهر ابريل. الجمل دي تقول لك ان المدرب لما بيخش مباراه هو مش زينا، هو مش بيتفرج على الماتش يشوف المردود، هو عارف لعيبته واصله لفين. فمهم جدا لجوزوالدو فيريرا لما بدا هو مستني من اللعيبه في اول مباراه 25-30%، ادوا له ال 25-30%. هل دي بالنسبه لنا كمحللين او كناس بتتابع او كجمهور كافيه؟ لا طبعا، هنطلع نقول لفظ التعز لان هو صحيح 100% ان هو فوضوي. لكن بالنسبه له هم ادوا له الاماره ان هم استوعبوا 25% بالظبط، 25% من الفكره. لا بس احنا قلنا فوضوي وهنصبر بالظبط، مع الفكره في كده الفكرة. لان الناس، في ناس بقى ما بتصبرش. اللي اقصده ان هو بالنسبه له مش فوضوي، ضرب يعني دي كارثه، دي فكره ان هو ايه ده، لا ده ضايع. الحمد لله عمرها ما اتقالت عندنا في البرنامج ده من ساعه ما ابتدى، الحمد لله عمرنا ما كان عندنا حكم مطلق عام بدون اي تفاصيل، عمرها ما حصلت يعني. اتفضل يا عمر، الحلقات بتاعتك. انا هكمل على كلام عز في تطوير اللعيبه فرديا، لان 3-4-3 برضو ليها مواصفات في المهاجم. لما يعني فكرتك ان انت بتلعب بثلاث لعيبه، هات لنا كده فتوح، بس بتلعب بثلاثه في القلب وبتلعب باربعه على الجنبين، فانت هنا ما ينفعش او مش من المستحب ان انت تلعب بتارجت مان جوه ال 18 او لاعب صندوق. دايما اللعيب بتحاول ان هو يخرج عشان يوفر المساحه للاثنين دول، ان هم ياخدوا الاثنين قلبين الدفاع، يعني على اقل تقدير ياخدوا الاثنين الظاهرين لجوه ويسيبوا المساحه للوينج باكس. واحد من افضل الانديه اللي بتقدمها في العالم توتنهام اللي دايما بيخرج بهاري كين بره ال 18 او يتحرك حوالين الصندوق عشان يفضي لسون، وفي النص الثاني من الموسم كلوسوفسكي اللي تألق بشكل كبير جدا، وكانت مفاجأة ان الناس زي من الدوري الايطالي للدوري الانجليزي وتتألق كده، على الرغم من المفروض ان الدوري الايطالي اسهل. فاختيار سيف الدين الجزيري مع جوزوالدو فيريرا وقدرته ان هو يكون موجود في الجزء الهجومي مع اشرف بن شرقي وزيزو خدم بشكل كبير جدا جدا على بن شرقي وزيزو. فتعال نشوف شوية ارقام لسيف الجزيري ما قبل دي خريطة الحرارية، دي الخريطة الحرارية لسيف الجزيري، دي خريطة حرارية عشوائية. دي مباراة الإسماعيلي في الدور الأول. بص سيف الجزيري متحرك فين في النص اللي قدام وحجم المساحة اللي بيغطيها. شوف اللي بعديها، دي مباراة سموحة. سيف بقى انفجر يعني كل حتة انفجر. فبص دي في مباراة سموحة، فحجم الجري وحجم التخديم اللي بيخدمه على زمايله كبير جدا. تعال نشوف الإحصائيات بقى، الارقام اللي كانت ما قبل جوزوالدو فيريرا اهو. ده سيف الجزيري قدام الاسماعيلي في الدور الاولاني، دي مباراه لعب 66 دقيقه، استلم الكره 11 مره بس، صفر اهداف، صفر صناعه اهداف، صفر صناعه فرص، مره ال 10 تمريرات. تعال نشوف الاحصائيه اللي بعديها، قدام سموحه لعب 83 دقيقه، استلم الكره 20 مره، جاب جون، صنع جون، صنع فرصه، مرر 17 تمريره. ده في نفس الموسم، نفس اللعيب. تعال نشوف الاحصائيه اللي بعديها، طب في الموسم كله لعب 21 مباراه، احرز 5 اهداف، صنع 2، صنع 8 فرص. ركز بقى في الارقام. ماشي. طب سيف الجزيري اخر 6 مباريات اللي هي ما بعد القمه، 4 اهداف جابهم من الخمسه، هدفين صناعه اللي هم صنعهم اصلا، ايوه، وصناعه ومساهمه في اهداف 6 في 6 مباريات. يبقى 6 مباريات الريت بتاعهم كان اعلى بكتير من كل الموسم. ده هو 5 اهداف في الموسم كله. الدقه بقت اعلى، الاتقان بقى اكتر، المساهمه مع الفريق كصناعه اهداف انت كده فسرت لي السؤال اللي انا عمال اساله، هو ايه اللي حصل لسيف الجزيري؟ هي حاله تطور كبيره حصلت سببها طريقه اللعب طبعا، والمدير الفني. والمدير الفني طبعا الفني يعني اللي اشتغل على نواقص اللعيب ومميزاته. فيعني جزء كبير جدا. تعال نشوف سيف الجزيري مع كمان جزء مهم جدا، تتكلم في 6 مباريات انتج ما انتجه في الموسم كله. فجزء كبير جدا منه يعود للاعب بصراحه والتزامه. طبعا فيريرا افكت، فيريرا هتلاقي بصمته على كل لعيب جوه في تشكيله نادي الزمالك بصراحه، رغم انه اللعيبه قليله ورغم انه عنده مشاكل في وما يحسسكش ان اللعيبه قليله، حسسك فجاه ان الزمالك مليان حلول. صحيح. امير مرتضى كان ضيفي، فكنا بنتكلم على فكره احتياج الفريق للعيبه، فحكى القصه بتاعت سيد عطيه واصابته، انه دخله قويه هو مع سيف الجزيري، وبالتالي كانت اصابه، فالفرقه هتلعب معاها حارس مرمى اساسي اللي هو عواد ومفيش حراس مرمى تانيين. فجاب اميره اتكلم معاه هنعمل ايه، فقال له والله لو انت عايز ابو جبل اهو جاهز،
يعني ما عندناش مشكله احنا كاداره حققنا معاه وتمام. قال لا انا همشي السيستم اللي انتوا حطيتوه والسيستم الصح لمصلحه الزمالك، وبالتالي طلع نديم اللي هو الحارس اللي موجود في القطاع تحت علشان يكون موجود. اصرار على انه ما فيش مشاكل، اصرار على انه تمه. انا احنا هنعدل في الامور فالامور تمشي بالشكل ده. روح لفاصل اخير وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في ملوك التحليل. طيب عشان ما فيش وقت يلا بقى الحالات الزمالك. طيب جوزوالدو فيريرا سقف لحسام عبد المجيد في الملعب. انا هسقف له بصراحه برضو لانه لاعب شاب بياخد خطوات ممتازه في ارض الملعب في بس وقف عند كده ارجوك ما يعني تديش صيغ مبالغه اكتر. لا 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 بس لاعب كويس لا ما خد بالك من نقطه بقى اللاعب وهو صغير في السن انت في الاول في الاخر بتتنشأ له على لقطه حلوه عشان ياخد الثقه وعشان يبتدي يتطور ويشتغل على نفسه ويحس بالنجاح. اهم حاجه بس دماغه ما تكبرش، يفضل عند الحته بتاعه لسه ما عملتش حاجه. ما هي بقى انا بشتغل اهو. اللي احنا عايزين نقوله ان تاني خطوه بيتعرض ليها اللاعب الشاب اللي صاعد انه لما بيعمل ماتشين ثلاثة ويجي واحد زي يقوم قايل كلمتين كويسين عنه وهكذا بيبتدي الجمهور يحط عليه مسؤوليات فبيبتدي يبقى عنده الناس عايزة اللقطة الحلوة اللي في الاول كانوا بيتنشقوا عليها تبقى هي المستوى الثابت بتاعه وهكذا. هو لازم يكون قد التحدي والتطور ده علشان يكون واحد من نجوم الكرة المصرية زي ما أكيد هو بيطمح ويحلم يعني. تعالى نتفرج على المميزات اللي قابلتها في المباراة، هو في الوقت ده يشتغل على عيوبه دي علشان لما طريقة اللعب ترجع تاني للطرق الهجومية الكبيرة اللي زي 4-3-3 والمباريات اللي هيقابلها الزمالك أمام منافسين كبار في أفريقيا السنة الجاية يكون قد اللقطات والمسؤولية دي. انت كنت بتكلمني على حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني. محمد عبد حمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني كانوا نقطه مهمه جدا في خطه الزمالك قدام سموحه تحديدا، وشغل كويس قوي من جوزوالدو فيريرا. خلينا نقول ان مروان حمدي واحد من لاعبي سموحه المميزين هذا الموسم بيتميز وبيحب يلعب دايما بانه بينزل بين بيسيب مكانه كراس حربه وينزل يحاول يستلم الكوره هنا بين الخطوط او يقوم مبدل مع عبد الكبير الوادي كده في واحدة من اللقطات الشهيرة نقعد بيستلم الكرة من على الوينج ويبتدي يزيد. اللي حصل بقى ان الزمالك كان بيلعب مان تو مان على مروان حمدي في اي حتة من الملعب بتسليمة كويسة جدا. محمد عبد الغني وحمزة المسلوسي عملوا عليه ماتش كويس قوي لان الراجل ده مروان حمدي هو نقطة التحول بتاعة الهجمات المرتدة دايما لفريق سموحة، عشان كده سموحة ما كانش خطير عكس المعتاد من فريق عبد الحميد بسيوني. تعالى نتفرج على حاجتين. الحاجة الاولانية مرتبطة بزيزو انه واحد من الناس برضو اللي يستحق التحية جدا، ودي اعتقد جملة قالها كابتن حازم امام امبارح ان زيزو واحد من اللعيبة القليلة في الكرة المصرية اللي بيسلم ويتحرك وبعدين يسلم وبعدين يتحرك تاني ما بيقفش في مكانه، عكس هتلاقي زمايله كلهم وانت بتشوف الجون تلاقي كل لعيبة الزمالك واقفة، الوحيد اللي قرر انه بعد ما يسلم الكرة يتحرك هو كان زيزو فيستحق عليه التحية. ولكن مع كل الكلام الحلو اللي احنا بنقوله عن الزمالك واللي يستحقوه جدا لازال فيه هامش كبير للتطور لان انت داخل على مباريات هامة جدا، وبالتالي في نقاط لازم تبتدي تتطور في اداء الفريق بالذات من اللعيبة الصغيرة. وانا الحلقة اللي فاتت اشدت جدا بنيمار وقلت ان نيمار واحد من اللعيبة اللي عنده ميزة كبيرة جدا كجناح انه بيروح في وش المدافع والمدافع يكره الجناح اللي بيروح في وشه علشان يرقصه لانه بيبقى صعب عليه. لكن لازم برضو يفهم بقى شوية في الحاجات النواقص اللي عنده علشان زي ما اتكلمنا على حسام عبد المجيد وقلنا انه خد اشادة، نيمار خد اشادة قبلها وهنبتدي نحاسب كل يوم على مدى التطور اللي موجود. فلو ممكن نشغل بقى الفيديو بتاع النواقص اللي موجودة عند الزمالك يبقى كتر الف خيرك، مش فيديو زيزو اخر فيديو لان هي برضو مواصفات وامكانيات لعيب. انا مش هطلب من شيكا دلوقتي ان هو يلعب بالهيد، ما اظنش ان هو هيوجدها قوي، يشتغل على نفسه فيها بكل تاكيد لكن ما اظنش ان هو ده الحل الرئيسي، بس الحته دي نقصته فلازم الزمالك يفكر في حل ليها لان في النهايه انت هتلاقي منافسين اكثر شراسه في من سموحه في الواجبات الدفاعيه لان سموحه في النهايه زي عارف انت الفرق بين الاهلي وفيوتشر ان الاهلي لما نزل يلعب فيوتشر وعمل الضغط العالي لقى فيوتشر بيغلط ليه؟ لان فيوتشر مصر يبني اللعب على الارض، انما هو لما حاول يضغط على الجونه هو ما ليه ما خلقتلوش فرص؟ هو استرجع الكوره بس ما كانش فيه مساحات برغم انه استرجع الكوره لان الجون اصلا مش عايز يبني اللعب بيدفع. هو اساسا عامل بلوك انت ضغطت عليا طب خد الكوره بالونه فوق. فهي برضو الفرق مختلفه عن بعض، فسموحه النهارده مديك شويه مساحات مش هتلاقيها في شويه ماتشات تانية.
فانت مهم انك ساعتها تبقى عارف ان اللي هيجيب لك المكسب هو اللاعب اللي بيلعب بالهيد، وبالتالي لو شيكا ما بيعملهاش فلازم تشوف حل بديل وشيكا ياخد دور تاني او واحد تاني يخش يلعب هو بالهيد في المكان ده زي احمد سيد زيزو. خد منك التعقيب الاخير. الزمالك انا المهم بالنسبه لي في الزمالك هو هامش التطور اللي اتكلم عليه زيزو، يعني كل الحالات اللي هو جابها في الدفاع الوقائي او البروتكتيف ديفنسيف بتاع عبد الغني والمسلوسي تحديدا، هو انت لازم تشيد بالمدرب وادواره وكل الكلام ده كله، بس لازم تشيد كمان بان اللعيب عنده القدره ان هو يفسر الوضعيه. يعني ايه افسر الوضعيه؟ يعني هفسر امتى اللي دي قال عليها الكوتش تبقى 4 وامتى تبقى 3. ليه بقول الكلام ده؟ لان احنا لما وقفنا هنا اتكلمنا على مباراه المحله لو تفتكر، كان في جابه كبيره جدا في المساحه دي، كان سايب مع انك عبد الغني هو اللي كان موجود برده وكان جنبه امام عاشور ساعتها مش اسلام جابر حتى، مع فريق في الترتيب اقل من سموحه، فكل المعطيات بتقول ان المفروض سموحه هيهددك اكتر، لكن النمط اللي اتعود عليه لعيبه فريق الزمالك وتحديدا حمزه المسلوسي اللي من اللعيبه اللي اتهاجمت كتير، لكن هنا المدير الفني اللي بيوجد حل على قد لعيبه على قد امكانياته، حل كتير جدا بان انت هو لما المهاجم بيخرج منه لبره بيعرف يستلمه ومأمن نفسه بلعيب تاني، وعبد الغني اللي بدل ما هو كان بيطارد الكوره قدام وسايب الجبهه دي كلها بقى عارف انت يروح ويرجع، فبالتالي بقى في تطور في ميكانيزم الاداء كله. بن شرقي هيفرق اكيد، وشيكابالا زي ما عز قال بن شرقي كان في ميزتين، ان هو كان صانع الالعاب الاول، هو دلوقتي شيكابالا اللي هيبقى مكان بن شرقي، بس هيحل المشكله من اتنين، لان بن شرقي هو كان صانع الالعاب الاول بعد غياب فرجاني ساسي، ما كانش حد بيخرج بالكره غير فرجاني ساسي، بقى بن شرقي هو اللي بيخش ويبقى رقم 10 لجوه ويسيب الجناح لاي حد من جاي، حتى من ايام كارتيرون على فكره للظهير وهو خارج، وكان بيبقى مهاجم تاني لما الكره بتبقى في الناحيه العكسيه. ماشي. النهارده شيكابالا هيقوم بدور صانع الالعاب، بس ازمه المهاجم التاني بقى هنا دي اللي هتبقى عامله مشكله. عشان كده هيبقى في شغل كبير ان انت ازاي تعوض المهاجم التاني ده، يا اما من امام، ودي اللي لجأ لها في مباراه الاهلي احيانا ان امام هو اللي ياخد في ظهر شيكابالا، يا اما انه يحط لعيب تاني ممكن يبقى نيمار، بس نيمار برضه هيبقى نفس القصه ان هو مش هيعرف يخش مهاجم تاني. ده هامش التطور اللي مطلوب عند الزمالك، وهامش نبيه هنا بالنسبه لي الافضل. لان هو على فكره هو بالمناسبه هو كان بروفايل اللي كيروش كان بيدور عليه في مصر، ايوه الجناح المهاجم اللي هو يبقى هنا ويخش ويقطع. بس ما عندوش الديلي بقى بتاع بن شرقي. يعني يوسف اسامه نبيه عايز الكره ويروح، لكن يقف على الكره مع الخبرات حل مع الوقت. يعني انت قلت شيكا هيلعب، ايمن حفني بديل لشيكا في بعض الدقائق، يوسف اسامه نبيه لو عايز شراسه، عبد الله جمعه لو هيرجع دافع، فكيت بن شرقي اكتر من بروفايل. اداره ايه ازمه. دي كانت حلقة عظيمة جدا حقيقي، تشرفت يا عمر، شكرين جدا، تشرفت. حلقتنا خلصت، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. سلام.